الاستاذ ابراهيم المنيسي، وزي ما شفنا طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي بينضم لي كمان احد القامات الكبيره داخل النادي الاهلي الاستاذ خالد الرندالي امين الصندوق عضو مجلس الاداره. بنحييكم على المجهود الكبير كمجلس اداره، بنحيي كمان اعضاء النادي الاهلي على التواصل المستمر، مجهود كبير بيبذل لوضع دستور النادي الاهلي. انا بقول عليه دستور لان ده فعلا الدستور اللي هنمشي عليه الفتره اللي جايه. حابب تقولي على اليوم المميز، الحضور المميز لاعضاء النادي الاهلي خالد بيه؟ انا بس حابب الاول بقول الحمد لله ان احنا اللي بنوعد بيه بننفذه. احنا وعدنا ان هيبقى فيه برنامج، البرنامج بيتنفذ، وعدنا بان في لائحه تتعمل بمشاركه الاعضاء، وعدنا بان مشاركه الاعضاء هتكون فعاله. اي اقتراح مقنع ومتوافق مع القوانين واللوائح بيؤخذ في الاعتبار وبتعدل اللائحه طبقا لهذا المقترح. كل ده تم والاعضاء لمست كده، والاعضاء حضرت النهارده وشافت، والحاجات اللي هي اتطلبت وكانت اتعرضت على اللجنه المركزيه اتعدلت. فطبعا ده عامل صدى كويس وعامل مردود كويس قوي ما بين اعضاء النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، وده عمل مصداقيه لمجلس الاداره وعمل شفافيه. وفي نفس الوقت بقول ان الحضور بتاع النهارده ولسه بكره في مدينه نصر وبعد بكره ان شاء الله في الشيخ زايد، الناس ابتدت تيجي، الناس ابتدت تقتنع بان احنا بنقول حاجه بننفذها. هيبقى في كثافه ان شاء الله في الحضور يوم 28 عن اقتناع وعن حب النادي الاهلي وعن دور لازم الجمعيه العموميه تقوم بيه، وده اللي احنا متوقعينه ومتعودين عليه في جمعيه عموميه النادي الاهلي. عايز زي ما وجهنا تحيه لمجلس الاداره، عايزين نوجه طبعا للجنه الصياغه اللي فيها القامات الكبيره جدا، سواء المستشار مجدي العجاتي، المستشار محمود فهمي، كمان الرموز الفنانين الرياضيين، دكتور فريق العقد طبعا يمكن هو الطب على هذا الامر طبعا، لكن الكل شارك. ودي الحاجه اللي بنلمسها ان مجلس اداره النادي الاهلي اشرك كل الرموز وكل الرياضيين وكل الاعضاء، لان في الاخر هي لاعضاء النادي الاهلي. خالد بيه، احنا عملنا كمان حاجه، يعني عملنا ان اعضاء مجلس الاداره السابقين كلهم ليهم خبرات ولهم كل واحد مر عليه حاله، كل واحد مر عليه حاجه مختلفه عن التاني، بيبقى عنده خبره، بيبقى عنده مساحه من التفكير اكتر من اي حد تاني. بعتنا لهم وحضروا وجم ورش عمل وادوا مقترحات، فيعني دي حاجه الحقيقه اول مره تحصل، وحاجه واتعملت بحاجه بطريقه بحرفيه، اتبعتت زي ما حضرتك شايف ان دي مطروحه للمناقشه اللائحه، اتعمل ورش عمل، اتعمل اكشاك في كل فرع من فروع النادي عشان ترشد الناس والاعضاء وتفهمهم اللي عايز يقدم مقترح يعمل ايه، اللي عايز يحضر ورشه عمل يعمل ايه، اللي عايز يحضر ندوه يعمل ايه. اتعمل استضافه في قناه الاهلي لبعض اعضاء الجمعيه العموميه المؤثرين وكل واحد قال رايه، فالحمد لله العمليه منظومه، يعني مشيت بطريقه محترمه بحرفيه، مردودها كويس جدا، وهيبان ان شاء الله ده يوم 28 باذن الله. انا باخد رساله من الاستاذ خالد الرندالي لعائله النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، ممكن نقول ايه بعد اللقاء المميز والرائع النهارده ده خالد بيه؟ احنا بنتمنى ان الجمعيه العموميه زي ما كانت في الانتخابات وضربت رقم قياسي، احنا عايزين نضرب رقم قياسي. النادي الاهلي هو دايما صاحب الرياده في بين كل الانديه، فعايزين رقم الجمعيه العموميه بتاعه اللائحه يكون رقم برضو ما حصلش قبل كده ان شاء الله. الف شكر. كل الشكر والتقدير لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي.